بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين ومتابعين قناه عبد عبدالله في كل مكان. انا جات لي يا جماعه شكاوي كتير قوي ان السمكه بتطلع تاكل من المرايه وتبقى موجوده في الدور شايفينها وما يعرفوش ياخدوها. حضرتك علشان خاطر بتشوف السمكه ومش راضيه تاكل معاك في السناره ترمي الحبايتين تاكلهم، ما تاكلش مع حضرتك في السناره، اعمل اللي احنا هنعمله ده النهارده. شايف ورد النيل ده حضرتك؟ اهو انا عايز مسافه الدور ما بين ورد النيل وبعده شبر واحد كده. شبر هتيجي حضرتك كده تروح فاتح الدور بس كده. شايف المسافة قد ايه؟ قد ايه؟ شبر بالظبط اهو. وحضرتك هتجيب الغلة. حضرتك هتجيب الغلة وهتروح عامل كده. لقيتك على البر اهو جامد اهو. على البر جامد يا جماعة اهو. تمام كده؟ وخمس ست حبايات مش بعيد اهو. حضرتك لو عملت كده ان شاء الله بامر الله تعالى هتاخد السمك واحنا هنصطاد عمري يا جماعه. طيب مفيش ورد نيل. اي عشب يا جماعه عايش عندك في الميه وهيفضل مسافه يعني النسيله ولا الحريشه قفل بها الدور، خلي المسافه المفتوحه شبر. خليكم معانا عشان احنا النهارده هنصطاد وظبطنا الدور من امبارح علشان نعرف حضرتك لو السمكه بتاكل في الغله ما تقعش في السناره. خليكم معانا وان شاء الله بامر الله اخر الفيديو ان شاء الله هنتفرج مع بعض على الصيد. خليكم معانا. من قدام يا مسهل يا رب بذكر يا استاذ محمد يا استاذ احمد يا مسهل. لا انت كنت بتقول عليه حاجه بتقول شلضومه. بتقول ايه؟ شلاضيم. شلاضيم يا رضا. شلاضيم يا رضا ما قلتهاش. شلاضيم يا رضا مش دي شلاضيم كبير. لا انا قصدي انت بتطلع صراخ من حاجه دي. شلاضيم يا رضا. كان فراكنا المره اللي فاتت على شويه حص شوف شلاضيم يا رضا شلاضيم. عبده عليه عليه بسم الله ما شاء الله. سمك يا جماعه داخله بين في الجيب، في الجيب الصغير ده كده غصب عنها هتاخد. ما دام حضرتك ضللت على الدور كده غصب عنها هتاخد. لسه الفرايد الفرايه تاخد وتاخد كده وتضربها بس. يا سلام لم 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 خلينا بيام زمان يا بنت عمال. الله يمتعك بالشعر 25 ليرة. يا مسهل الحال يا رب يا مسهل الحال يا رب. شفت خطفت الريشة ازاي؟ انت تعملي كده؟ ميت حراني. خد اسم محمد طلعها. ده ملطوش ده ملطوش. انا ما كنتش بتصور. انت جاي من هنا هي كلي. يا جماعه احنا النهارده معانا ضيوف عزاز علينا قوي. معانا الاستاذ احمد من هند السادات والاستاذ محمد منورنا النهارده. الاستاذ احمد بقى عرفنا بنفسه وعرف المشاهدين بنفسه. اخوكم احمد مصطفى نصار من هند السادات. صاحب مصنع انا نصار للري التنظيم. انا جاي مخصوص مدينه السادات عشان بس مش عشان اصطاد، عشان اقابل عم عبده. ربنا يخليك يا استاذ احمد، ربنا يخلي حضرتك. انا بقالي خمس سنين بصطاد هوايه
من ساعة ما دخلت على القناة والله العظيم ده حقي أنا، مش محتاج إن أنا. ربنا يخليك يا أستاذ أحمد. أنا أقول الرأي لك كلمة مش وحشة، إن أنا حبيت الصيد بزيادة قوي من ساعة ما دخلت القناة. ربنا يخلي حضرتك. وجيت من مشوار فوق ال 150 كيلو عشان أقابله. الله يخليك يا أستاذ أحمد، أنت حضرتك شرفتنا النهاردة، نورت الدنيا. محمد بقى يا جماعة أساسا من دمنهور، يعني محترفين صيد غلة بقى. السلام عليكم. معاكم أخوكم محمد الخوفي، موظف في شركة الكهرباء. انا اتعرفت على الحاج عن طريق القناه، وبجد سعيد جدا 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 بمعرفتي بيه. الراجل ده يا جماعه راجل محترم، الله يخليك يا استاذ، وصاحب واجب، الله يخليك يا استاذ، ويا ريت الناس كلها زيه بجد. ربنا يخليك يا استاذ محمد، وشهادتي فيه مجروحه، فمهما نقول والله العظيم ما هنوفيه حقه. ربنا يخليك، ربنا يسعدك يا باشا، وانا سعيد ان انا اتعرفت عليه. انا اسعد والله. ان شاء الله المره الجايه هجيب لك علي ابني. ان شاء الله متجمعين يا رب دايما، علي وابو علي مع بعض ان شاء الله. والمكان اللي اقول لكم عليه اطلعوا اصطادوا فيه، ربنا هيكرمكم على طول ان شاء الله. يا رب يا رب، ربنا يرزق الجميع. اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين. طيب يا استاذ محمد، شرفتونا يا رب، الله يكرمك. اتفضل يا باشا. ليه يا عم؟ انت حبيبي يا عمر، عمر المستعان. يلا ده الجيب يا جماعة، السمكة هتفضل تنقر مع حضرتك كده اهوت، ومرة واحدة هتروح واخدها ورايح. خلي بالك من وشي حلو عليك. انت عسل يا عمر. والله العظيم وشي منه. الله يسلمك يا بوسي. تعال هنا يا بوسي. ده انا شايفها بتطلعها من الميه متسدره. الله يسلمك يا بوسي. اصغر صياده دي، اصغر صياده في مصر دي. عاوزي كده اهو، عاوزي كده اهو. الله يسلمك يا بسمالك. تعال هنا كده، تعال تعال تعال. امسك الشعر. اصغر صياده في مصر والله اللي صيدها العسل. مش شويه من المكنه في الزنار، من الزنار. ايوه يلا هاتها زي ما كنت عايز اجيبها على ايدك. يلا نزل صورة غلاف دي. انا شلت بنتي بالصدارة، بتصدر يعني مش عارفه تشدي. يلا امسك الشعر وايدك بقى. صورتها يا رضا وهي بتطلعها من الميه. ما اعرف ايه بقى. يلا من تحت الريش، من تحت الريش. يا سلام، الله صل على النبي. تعال شوف ودي. الله ينور يا بوس. طيعه. شوف يا عم، سمكه كيلو ايه ولا نص كيلو بتطلعها عيله ايه؟ مرزقه يا حاج. شاوري يا بنت، صوري بيها. شلاطين يا عم رضا. ايه رايكم؟ تعالي بتصوري معايا يا بيه، تعالي بتصوري معايا، تعالي تصوري معايا. ايوه، ما زمان ما كناش في الفيديو. هاتوا بصرك. الله. انا يا مسهل الحياه، يا مسهل الحياه. اضرب انا دلو على ودنه. شلاطين، شلاطين يا عم رضا. اللهم صل على النبي. الله اكبر. يلا 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 يلا. يا من تكلم الصوره مع عبيدك يا رب. يا مسهل شويه هوا حلوين اهو. مرض يا مسهل الحال يا رب. لسه مش بسيرك. قاعدين بنصطاد كده. الله يكرمك، الله يخليك يا علاء. دلوقتي يا جماعه احنا قاعدين بنصطاد كده، الناس دي يا جماعه ناس بتقدرنا واحنا لازم نقدركم. الناس اللي بعتت لنا كومنتات يا جماعه، انا في كومنتات بتعجبني، وفي ناس محترمين بتتواصل معايا. طبعا كل الناس اللي بتتواصل معايا ناس محترمه، وانا ببعت لهم كل الشكر، وببعت شكر للاستاذ محمود الجزاوي من الزقازيق، والاستاذ مصطفى عامر من كفر الشيخ، والاستاذ فتحي عمر من دمياط، والاستاذ محمد رزق، والاستاذ احمد ابو اسعد من سوريا. اهلا وسهلا يا استاذ احمد، واهلا باهل سوريا كلهم. والاستاذ محمد الزندي من الاستاذ محمد الزندي، والمهندس محفوظ، والدكتور زياد، مهندس محفوظ والدكتور زياد. اهلا وسهلا بحضراتكم يا فندم. والاستاذ ناجي والاستاذ بلال من الصعيد، والاستاذ سعد فايد،
والاستاذ والاستاذه شيماء محمود ومن المنصوره. وببعت الشكر يا جماعه برضو للاستاذ يوسف عبده والاستاذ ايهاب صبري من التلنجات والدكتور ميسره والاستاذ اسلام جمال من الوادي الجديد وابو رحمه من بورسعيد وعلاء السقه من طنطا والاستاذ احمد سعد من اسكندريه والاستاذ احمد من دمنهور وعايش في اسبانيا. الاستاذ احمد من دمنهور وعايش في اسبانيا. والاستاذ مدحت ابو سمه من الغربيه والاستاذ عاطف اسماعيل من المنصوره والاستاذ خالد جمال عايش في اليونان والاستاذ امير الهواري عايش في الكويت والاستاذ اسيل اشرف عايش برضه في الكويت والاستاذ مصطفى هجرس من شبرا الخيمه. الناس دي يا جماعه ناس بتتواصل معايا. الناس ديت انا ببعت لهم كل الشكر والتقدير والاحترام على التواصل معايا. ويا جماعه احنا عاملين القناه ديت علشان نحب بعض. والله يا جماعه ان شاء الله بامر الله انا ما بطلع اعمل فيديوهات الا علشان خاطر انا بحب الناس اللي بتبعت لي ديت. خليكم معانا يا جماعه ونهاركم زي العسل. جات الغمزه دي من اولها يا مسهل يا حلو. ماشي يا بوسي. شكرا يا بوسي. العفو يا بابا. سكي يا عسل. يا جماعه ده نظام الكمين اللي احنا اتكلمنا عليه. سمكه يا جماعه بتخش تاخد الحبه الحب الغله اللي حضرتك بترميه وما بتخشش على السناره اعمل نظام الكمين لان انا ان شاء الله المرة الجاية هعدل دوري هرجعه زي ما كان لأن دوري لما برجعه زي ما كان بيبقى أحسن من كده. أنا عملت الدور كده يا جماعة عشان أعرف حضراتكم الناس اللي هي بتبعت لي بتقول لي السمكة بتاكل في الغلة وما بتاكلش في السنارتين. اعملوا يا جماعة نظام الكمين. الجو حر النهاردة حر حر حر. الله يكون في عون الناس. الجو النهارده يا جماعه كان حاجه صعبه والله. دور يا جماعه المستوره ديت اللي بتتعمل بورد نيل حضراتكم شايفين الشغل حاجه على عينك يا تاجر. علشان انا يا جماعه تعبت والله من كتر الحر وعايز اقفل الفيديو ده. بنت قاعده سبتها في الدور ورحت اسلم على واحد صاحبي ما شفتوش من زمان ضربت سمك انا ما خدتش قدها النهارده. ارزاق بتاعت ربنا. ضلل على دورك واشتغل بكده زي ما حضرتك شايف وان شاء الله ربنا هيكرم الجميع يا رب. فينك يا حبيبي؟ هتشوي سمك اهو. هتشوي سمك. اللي عايز يتغدى معانا يا جماعه اتفضل يتغدى معانا سمك مشوي. صور يا عم مصطفى. طلع السمكه كده يا ابو احمد. الله ينور الحاج. عليك يا ابو. حد يقدر يوقعك، اللي يوقع اللي يوقعك. عم مصطفى. وش طويل تهمس، وش قصير تهمس. اهي. ايه يا مسهل. شفت السمكة فين؟ تحت الحجارة. يا مصطفى يا رب يا كريم يا رب. ماشي يا انسه بسم الله. بارك الله فيك يا ابنتي. يا مسهل الحال يا رب. يا مسهل الحال. شرطين يا رضا. شرطين يا عم رضا. يا جماعه احنا هنختم الفيديو ده على كده. في نهايه الفيديو ده انا بشكر الاستاذ عماد حمدي من دمنهور ومقيم في الاردن. وبشكر حضراتكم على المتابعة. احنا يا جماعة سيبنا العود دلوقتي في المية وروح تسلم على واحد صاحبي من زمان ما شفتوش بس ما طلعت سمك انا ما طلعتهاش طول النهار النهاردة. وفي نهاية الفيديو ده يا جماعة يا ريت لو عجبكم الفيديو تشتركوا معانا في القناة وتعملوا لايك علشان احنا هنكبر بحضراتكم. اما بالنسبة لطلبة الثانوية العامة المتفوقين يبعتوا لي يا جماعة يبعتوا لي كومنتات فيها درجاتهم وعنوانهم علشان ان شاء الله بامر الله تعالى
جوائز الثانويه العامه، هدايا الثانويه العامه احنا مجهزينها، مستنيين ان حضراتكم تبعتوا لنا، واستنونا في الفيديو الجاي، وتحياتي لحضراتكم والسلام عليكم. ما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل 20,000 لايك.